إجراءات إسرائيلية مشددة في محيط الأقصى ودعوات للاحتشاد في أول جمعة يتمكن فيها الفلسطينيون من الصلاة داخل المسجد بعد انقطاع لأسبوعين. المحكمة العليا في باكستان تقرر عدم أهلية رئيس الوزراء نواز شريف للمنصب على خلفية تورطه في قضايا فساد. مجلس الشيوخ الأمريكي يقر عقوبات جديدة ضد روسيا على خلفية تدخلها المزعوم في انتخابات الرئاسة الأمريكية ويرسلها لترامب للتصديق عليها. العاشرة صباحا في القاهرة، 8 بتوقيت غرينتش، موعد نشرة إخبارية جديدة من قناة النيل. أهلا بكم. دعت مرجعيات مقدسية إلى الاحتشاد والرباط في المسجد الأقصى المبارك اليوم والمشاركة في فعاليات نصرة الأقصى بالضفة الغربية وقطاع غزة عند أقرب نقاط التماس مع الاحتلال في أول جمعة يتمكن فيها الفلسطينيون من الصلاة داخل المسجد منذ أسبوعين. من جانبها أعلنت الشرطة الإسرائيلية منع الرجال دون 50 من أداء صلاة الجمعة في الحرم القدسي الشريف. يأتي ذلك غداة مواجهات داخل المسجد أطلقت خلالها قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل صوت وقنابل غاز على المرابطين في باحات الأقصى عقب دخول آلاف المصلين إلى المسجد الأقصى بعد انقطاع دام أسبوعين، ما أدى إلى إصابة العشرات واعتقال نحو 100 فلسطيني. بهتافات الله أكبر وبهتافات النصر هذه التي صدحت من حناجر هؤلاء، أكثر من 100,000 فلسطيني دخلوا المسجد الأقصى من بوابات الأرض إلى السماء. هنا من أمام باب الأسباط أعلنت المرجعيات الدينية الصلاة في رحاب المسجد الأقصى بعد غياب دام أسبوعين، نصر استحقه المقدسيون بجدارة. مجد لهؤلاء المقدسيين البواسل الذين حموا شرف الأمة العربية والإسلامية وكل الإنسانية، حموا المسجد الأقصى بأجسادهم، ضحوا بخمسة شهداء و1200 جريح حتى يكسروا إرادة نتنياهو وكسروها. نساء ورجال ذرفوا دموع الفرح هنا على هذه البوابات، عاشوا أياما عصيبة في ظل قمع الاحتلال، فرحة كانت ستكون منقوصة بإغلاق باب حطة، الباب الذي وقعت أمامه عملية القدس في 14 من تموز يوليو الجاري. لكن مع إصرار المقدسيين رضخت إسرائيل مرة أخرى وكانت الكلمة الفصل لأهالي المدينة. مش عارفة أقول لك إيه، شيء بيبكي. أنا حزنانة، بس طالما ربنا معانا هو ربنا اللي هينقذ المسجد الأقصى. شيء بيرفع الرأس إن إحنا الحمد لله، لأن قال الرسول إن هيجي يوم على أمتي القابض على دينه كالقابض على جمرة من النار. أنا شايفاهم دلوقتي كلهم قابضين على جمرة من النار. قمنا بتسجيل بصمة في وجه الاحتلال ووصمة انتصار أيضا لشباب القدس بشكل عام وبشكل واضح. كعادتها إسرائيل لا تعترف بالاستسلام والهزيمة بسهولة، لتهاجم المصلين وهم متوجهون لأداء صلاة العصر في المسجد مطلقة القنابل الصوتية والرصاص المطاطي على جموع المصلين دون أي سبب، موقعة عشرات الإصابات. لكن رغم ذلك واصل المقدسيون المشي نحو قبلتهم الأولى، فلا آلة الاحتلال ترعبهم ولا توقها الأمني وسط حالة من الغليان لا تزال مستمرة في ظل طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بتعزيز تواجد جيشه في محيط القدس. مدينة لا يتجاوز عدد سكانها 350 ألفا استطاعت أن تسطر نضالا تاريخيا في الدفاع عن أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وترغم حكومة اليمين المتطرف على النزول من الشجرة. ثروة شكرا من القدس المحتلة.
للمزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف من القدس مراسلتنا ثروة شقرة. ثروة، يعني إذن هذه أول جمعة يتمكن فيها الفلسطينيون من أداء الصلاة بعد انقطاع لأسبوعين، إذن كيف تبدو الأوضاع لديك قبل ساعات من أداء صلاة الجمعة؟ نعم، بطبيعة الحال الإجراءات المشددة لربما التي فرضتها حكومة نتنياهو هي سيدة الموقف إلى هذه اللحظة. تحديد أعمار دخول المصلين، ما هم من هم دون 50 عاما لن يتمكنوا من الدخول إلى المسجد الأقصى، وأيضا هناك قائمة طويلة من المنع الأمني لدخول المسجد الأقصى في صفوف المرابطين والمرابطات. نعود قليلا إلى أمس كان هناك اقتحام عند يعني الساعة الثانية عشرة ليلا، وقبل ذلك بساعتين تقريبا اقتحمت قوات الاحتلال بعدد كبير جدا المسجد القبلي وساحات المسجد الأقصى المبارك، واقتحمته من الجهة الجنوبية موقعة العشرات من الإصابات، خاصة أنها استخدمت الرصاص المطاطي المغلف في المعدن وأيضا قنابل الصوت والغاز السام، وقامت ب يعني محاولة إخراج الشبان المعتكفين منذ داخل المسجد القبلي وداخل قبة الصخرة المشرفة، قامت باعتقال ما يزيد عن 100 معتكف إلى هذه اللحظة. هناك إجراءات أمنية مشددة جدا، وطوق أمني فرض على المدينة سواء كان عند باب الأسباط وباب حطة، حتى المداخل والمخارج من وإلى القدس هي مشددة أمنيا. هناك حواجز صرافية منتشرة بكثافة للحد من وصول الفلسطينيين الذين يعني بدأوا بالتوافد عندما أعلنت المرجعيات الدينية العودة إلى الصلاة كما ذكرت، وهي الصلاة الأولى قبل منع يعني الدخول ويعني الإضراب الذي قادته لربما مدينة القدس والمقدسيون بشكل خاص أمام يعني حكومة نتنياهو. كانت أيضا تنوي حكومة نتنياهو إغلاق باب حطة لمدة عام، وكان هناك قرار شرفي بذلك، ولكن رفض المقدسيون الدخول إلى المسجد الأقصى في ظل أن هذا الباب سيبقى مقفلا، ولكن استطاعوا مرة جديدة أن يرغموا حكومة الاحتلال على أن تنتفل لربما وتستسلم. هناك الحديث من الأقاويل التي تدور حول حكومة نتنياهو، وتحديدا الانتقادات التي وجهت له من الشارع اليميني وهو المستوطنين بطبيعة الحال. ممكن أن نشهد اليوم في ظل هذا الانتشار الشرطي، خاصة أن الاعتداء الإسرائيلي يحدث دون أي مسبب ودون أي حجة، فقد تقوم بالاعتداء على مصلين عزل لا يملكون إلا سجادة الصلاة، وفقط هم يريدون الصلاة داخل المسجد الأقصى. سنشهد تنغيصات إسرائيلية بطبيعة الحال، ومن المتوقع أن تكون هناك اعتداءات وستسجل يعني إصابات في صفوف المرابطين. نعم، طيب ثروة، يعني ماذا عن منع الشرطة الإسرائيلية أو إعلانها منع دخول الرجال دون 50 لأداء صلاة الجمعة؟ هل تعتقدي أن ذلك الشرط المعلن سيؤدي إلى حدوث مشادات أو اشتباكات اليوم؟ بطبيعة الحال يعني هذه السياسة معروفة ومعلنة إسرائيليا، هي لا تريد شبان، وتعتقد أن الشبان هم الذين يثيرون الغضب أو يعني يخلون بالأمن، وهذا مصطلح يعني أمني سياسي إسرائيلي. ولكن حتى في ظل المنع يعني الذين قادوا الحركة في القدس هم الشبان، يعني الذين قادوا المعركة هذه التي استمرت منذ 14 من يوليو تموز إلى هذا اليوم هم الشباب الفلسطيني، وفئة الشباب الفلسطيني بالرغم من وجود كبار السن، ولكن الذي قاد فعلا الحركة هم الشباب. أمس كان هناك أيضا يعني خرج الشبان وقالوا أن قرار العودة إلى المسجد الأقصى هو قرار وطني وليس فقط قرار ديني. نعم، هي أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، ولكن المسجد الأقصى بالنسبة للمقدسيين هي قضية ثقافية وطنية وعقيدية أيضا بطبيعة الحال. هذا المنع يأتي للحد من الوصول، للحد من دخول الشبان الفلسطينيين. وللعلم فقط أن هناك أيضا أمس اعتقلت نساء، وبالتالي الشبان ليسوا المستهدفون فقط، بل المرابطين والمرابطات وحراس المسجد الأقصى المبارك الذي منهم من هو لهذه اللحظة معتقل ومبعد عن المسجد الأقصى. لذلك نحن يعني نتوقع أن تكون هناك بعض الاعتداءات التي تسجل بحق الشبان. قنابل الصوت والرصاص المطاطي بطبيعة الحال والرصاص الإسرائيلي لا يفرق ما بين شاب وكبير في السن، الجميع في دائرة الخطر، الجميع مستهدف. إسرائيل لا تكترث لأي فلسطيني مهما كان عمره ومهما بلغ من العمر والسن. طيب ثروة، يعني حدثينا عن فعاليات نصرة الأقصى بالضفة الغربية وقطاع غزة. نعم، التي دعت إليها بعض الفعاليات ومنها شد الرحال إلى الأقصى وما إلى ذلك.
صحيح، القيادة الفلسطينية كانت قد أعلنت قبل 3 أيام أنه سيكون يوم الجمعة يوم للنفير العام والخروج، سواء كانت إسرائيل أزالت الكاميرات والبوابات الإلكترونية أو أنها لم تزل، لتكون هذه الجمعة جمعة نصرة للأقصى واحتفالا بهذا الإنجاز التاريخي. فعلا هناك مسيرات ستخرج من وسط المدن، سيقومون بالصلاة في المراكز المدن. الضفة الغربية هي مغلقة تماما، يعني مواطنو الضفة الغربية يمنع عليهم الدخول إلى المدينة المقدسة ومدينة الأقصى. بالتالي يعني سكان القدس 350 ألفا هم الذين يستطيعون فقط التحرك داخل المدينة المقدسة. أهل الضفة الغربية وقطاع غزة بطبيعة الحال يمنع عليهم الدخول إلى القدس، وبالتالي يعني سيقومون بأداء الصلوات الاحتفالية والفعاليات داخل مراكز المدن. ومن المتوقع أن تكون هناك أيضا اشتباكات عند نقاط التماس كحاجز قلنديا وحاجز بيت إيل وغيره من الحواجز الإسرائيلية التي تفصل الضفة الغربية عن القدس المحتلة. نعم، أشكرك ثروة شقرة مراسلة النيل، كنت معنا من الأراضي الفلسطينية المحتلة. أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية تصعيد الإسرائيلية بمدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف، مؤكدا رفضه المطلق لقيام إسرائيل بفرض حقائق جديدة بالقدس المحتلة. ودعا المجلس في ختام اجتماعه الطارئ أمس الدول الأعضاء إلى حماية مدينة القدس المحتلة وكافة مقدساتها، كما دعا مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته وتطبيق قراراته ذات الصلة. إذ يؤكد مجددا على مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية، وأن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، يعبر عن رفضه وإدانته لكافة الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال للانتقاص من حق السيادة الفلسطينية عليها، ويدين بأشد العبارات الخطط والسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد مدينة القدس المحتلة وتشويه طابعها العربي الإسلامي وتغيير تركيبتها السكانية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها وإغلاق المؤسسات الفلسطينية فيها وعزلها عن محيطها الفلسطيني. يحذر من أن التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق في مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف وقيام سلطات الاحتلال بفرض حقائق جديدة على الأرض تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى الحرم القدسي الشريف، مع استمرار الاقتحامات المتكررة من قبل المسؤولين والمستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك. وخلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجيات العرب، قال أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إنه يخطئ من يعتقد أن الأقصى يخص الفلسطينيين وحدهم، وأضاف أبو الغيط أن المسجد الأقصى خط أحمر. إنها رسالة للعالم أجمع بأن العرب لن يتخلوا يوما عن المسجد الأقصى المبارك أو الحرم القدسي الشريف. إذا دعانا الأقصى فكلنا يلبي النداء بلا تردد أو تهاون أو تأخير. ويخطئ من يظن أن الأقصى يعني الفلسطينيين وحدهم بحكم أنهم جزء من وطنهم المحتل. فهذه البقعة المباركة هي عنوان لهويتنا العربية والإسلامية، إليها تتطلع أفئدة العرب والمسلمين جميعاً، وبها تتعلق أرواحهم، وعلى حجارتها الطاهرة تشكل وجدانهم الديني والروحي. إن قلوب العرب والمسلمين جميعا معلقة منذ 14 قرنا بأولى القبلتين وثالث الحرمين، وعيونهم تتطلع إلى هذه الأرض المقدسة بكل خشوع ومحبة وإيمان. رسالتنا اليوم واضحة لا لبس فيها، إن القدس خط أحمر لا نسمح لأي كان بتجاوزه، ولا نقبل أن يكون واقع الاحتلال المرفوض منا ومن العالم أجمع مقدمة لتغيير الوضع القائم في هذه البقعة الشريفة المباركة. القدس الشرقية مثلها مثل الأراضي التي احتلتها إسرائيل في 5 يونيو 1967 هي أرض محتلة، ولا سيادة لدولة الاحتلال على الحرم القدسي أو المسجد الأقصى المبارك. لا أحد في العالم يقر بهذه السيادة،
ومحاولة فرضها بالقوة وبحكم الأمر الواقع هي لعب بالنار، ولن يكون من شأنها سوى إشعال فتيل حرب دينية وتحويل وجهة الصراع من السياسة إلى الدين. عاد رئيس الوزراء شريف إسماعيل في ختام زيارات إلى الأردن ترأس خلالها وفد مصر في فعاليات الدورة 27 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة. وخلال الزيارة شهد إسماعيل ونظيره الأردني هاني الملقى مراسم التوقيع على 7 من مذكرات التفاهم بين البلدين في العديد من المجالات. استقبال رسمي لرئيس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل والوفد المرافق له، أعقب ذلك جلسة مباحثات ثنائية جمعت رئيس الوزراء ونظيره الأردني، لتبدأ بعدها جلسة موسعة للجنة العليا المصرية الأردنية، إشادة بدور مصر في مكافحة الإرهاب ووقوف الأردن بجانبها جاءت على لسان رئيس الوزراء الأردني. ولطالما أكدنا على دور مصر المحوري والفاعل في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، واليوم نعيد التأكيد على أهمية هذا الدور في ظل مرحلة عصيبة نحن بأمس الحاجة فيها إلى إعادة بلورة موقف عربي قيادي يحفظ مصالح الأمة ويعيد لها الأمن والاستقرار. مجالات الاستثمار وزيادة حجم التبادل التجاري والصناعة والزراعة وتبادل الثقافي أهم مجالات التعاون التي عرضها الدكتور هاني الملقي رئيس الوزراء الأردني خلال كلمته. كلنا أمل أن تؤدي أعمال هذه اللجنة إلى نتائج إيجابية وفاعلة تسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين القطاعين العام والخاص الأردني والمصري، إلى جانب تعزيز آفاق التعاون الأخرى. وبتكاتف عربي تقف الأردن ومصر صفا واحدا لمكافحة الإرهاب، هكذا أكد المهندس شريف إسماعيل خلال كلمته مثمنا دور المملكة واتفاق رؤاها مع مصر. نود أن نؤكد على أهمية تضافر جهودنا المشتركة في مواجهة المصاعب والتحديات التي تحيط ببلدينا وبالمنطقة العربية كلها، وخاصة خطر الإرهاب الذي يهدف إلى تخريب البلاد وتعطيل خطط التنمية وإهدار فرص التقدم. ومع سعي مصر لتطوير تشريعات وتشجيع الاستثمار تزداد فرص التعاون الذي تتطلع إليه البلدين، سواء في المشروعات الصغيرة أو المتوسطة أو دعم آليات السوق الحر. بنظر سريعة نجد أن أرقام التبادل التجاري بين مصر والأردن تشير إلى حوالي 600 مليون دولار خلال عام 2016، وقد بلغت الاستثمارات الأردنية في مصر حتى مطلع العام الحالي حوالي 526 مليون دولار، وإذا ما أضفنا الاستثمارات في مدينة بلد ومصنع الدواء الجديد نصل إلى حوالي 1 مليار دولار. كما بلغ حجم الاستثمارات المصرية في الأردن نحو 350 مليون دولار حتى نهاية عام 2016. وتأتي حصيلة اجتماعات اللجنة بتوقيع 7 اتفاقيات بين مصر والأردن في مجالات مختلفة منها القنصلية والمشروعات الاستثمارية والتعليم والصحة، وتم الاتفاق على تشكيل مجلس تنسيقي مصري أردني. أهم الاتفاقيات هي التعاون في مجالات الاستثمار، التعاون الدولي، المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التعليم العالي، البورصة، الشؤون الاجتماعية، وكذلك في مجالات القنصلية. وبتوقيع رئيسي وزراء مصر والأردن على محضر ختام أعمال اللجنة يبقى تنفيذ هو الأمل لتحويل الأحلام لواقع منشود لخدمة الأمة العربية. زخم في العلاقات المصرية الأردنية، ختام أعمال اللجنة المصرية الأردنية العليا بتشكيل مجلس تنسيقي بين المستثمرين الأردنيين والمصريين، بالإضافة لتوقيع 7 اتفاقيات في مجالات مختلفة، والأهم من ذلك كله أن مصر والأردن تقفان صفا واحدا في مواجهة قوى الشر والإرهاب. من الأردن، حماد العربي، التلفزيون المصري. قصف الجيش اللبناني اليوم تحركات مشبوهة للمسلحين في جرود رأس بعلبك بالمدفعية الثقيلة، كما يستعد حاليا لخوض معركة ضد تنظيم داعش الإرهابي لإخراجهم من الأراضي التي يتمركزون فيها في رأس بعلبك وجرود عرسال والقاع، والتي تقدر مساحتها ب 200 كيلومتر مربع. يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين قوات حزب الله اللبناني وجبهات فتح الشام أو النصرة سابقا في جرود عرسال الحدودية مع سوريا.
ويتضمن الاتفاق إجلاء المسلحين من الأراضي اللبنانية وإطلاق سراح أسرى لحزب الله. المزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف من بيروت مراسلة النيل منال إبراهيم. منال، ما هي آخر تطورات الأوضاع لديك فيما يخص معركة عرسال؟ بالفعل كما ذكرت، فقد كان هناك قصف منذ الصباح للجيش اللبناني لمواقع إرهابية تنظيم داعش في منطقة رأس علبك، وهي تقع شرقي لبنان على الحدود مع سوريا. ويأتي ذلك بعد وبطبيعة الحال يأتي ذلك بعدما كان تعرض مركز تابع للجيش اللبناني في مرتفع في منطقة رأس علبك فجر أمس، يعني عند حدود 12 ليلا، لسقوط قذيفتي هاون مصدرهما المجموعات الإرهابية المنتشرة في جرود تلك المنطقة. ويأتي وهذه الضربة من الجيش تأتي ردا على مصادر النيران من قبل الجماعات الإرهابية، ولكن بطبيعة الحال دون تسجيل أي إصابات في صفوف العسكريين اللبنانيين. يأتي ذلك كل هذه التطورات اليوم تأتي بعد تعزيز الجيش اللبناني انتشاره في منطقة رأس علبك والقاع، والتي تقع في المنطقة الحدودية كما ذكرنا مع سوريا. وبحسب المعلومات فإن إطلاق العملية العسكرية لتطهير جرود هذه المنطقة من داعش كما حصل مع جبهة النصرة، والتي بطبيعة الحال من يعني بات شبه معلوما بأنه سيتولى الجيش تنفيذها، لن يطول في حال إطلاق هذه العملية، وأن الأمور يرجح أن تكون يعني أسهل من ما حصل في معركة جرود عرسال إذا ما فشلت عملية، يعني إذا كان لم يكن هناك أي عملية تفاوض مع داعش وبالتالي انسحاب مسلحي داعش وأصبحت المعركة حتمية. وكان هذا ما أكده يعني بالأمس قائد الجيش الذي قال بأن الحرب مفتوحة التي يخوضها الجيش ضد الإرهاب ولا تقتصر أهدافها على حماية لبنان فقط، ولكن وضعها ضمن إطار الجهد الدولي للقضاء على هذا الخطر الذي يهدد العالم. وبطبيعة الحال كما ذكرت أيضا في الخبر لأن هذه التحركات تأتي في الوقت الذي بدأ منذ فجر أمس سريان وقف إطلاق النار بين حزب الله وجبهة النصرة في جرود عرسال، والتي يعني تعيش لليوم الثاني على التوالي حالة من الهدوء عقب سريان وقف إطلاق النار في هذه المنطقة. والمفاوضات الجارية بين الطرفين والتي يقودها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لإخراج المسلحين من تلك المنطقة، مسلحي جبهة النصرة من تلك المنطقة ضمن اتفاق وقف إطلاق النار إلى إدلب السورية. وفي هذا الإطار هناك معلومات عن عدد المسجلين للانتقال من جرود عرسال إلى ريف إدلب تخطى 1000، ومن بينهم مسلحون ومدنيون بطبيعة الحال سيرحلون إلى إدلب. وفي المقابل سيكون هناك أسرى لحزب الله عددهم 5 سوف يفرج عنهم من قبل جبهة النصرة ضمن هذا الاتفاق. نعم، بموجب الاتفاق. أشكرك منال إبراهيم مراسلة النيل، كنت معنا هاتفيا من بيروت. أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي أن ميليشيات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن باتت تسيطر على 45% من أراضي رقة سوريا، بينما لا يزال التوغل إلى داخل المدينة بطيئا بسبب الألغام التي زرعها التنظيم في المناطق التي كانت تحت سيطرته. وقال المتحدث باسم التحالف الدولي رايان ديلون أن هناك أقل من 2000 إرهابي مسلح ما زالوا ينشطون داخل المدينة السورية، موضحا أن الميليشيات المكونة من قبائل عربية وكردية توصل عزل الرقة من الجهة الجنوبية لنهر الفرات وتعزيز مواقعها بالمنطقة. أصدرت المحكمة العليا في باكستان قرارا بعدم أهلية رئيس الوزراء نواز شريف للقيام بمهام منصبه، وذلك على إثر اتهامات بالفساد. وأوضحت المحكمة أن عائلة شريف لم تقدم مصادر معلومة لثروتها الكبيرة، ورجحت مصادر إعلامية محلية إجراء تحقيقات جنائية قريبا بشأن تورط رئيس الوزراء وعائلته بقضايا الفساد التي تعرف باسم وثائق بنما،
وشغل شريف منصب رئيس الحكومة للمرة الثالثة منذ تسعينيات القرن الماضي، كما أصدرت المحكمة العليا قراراً بعدم أهلية وزير المالية إسحاق دار. نددت الولايات المتحدة الأمريكية بإطلاق إيران صاروخاً تقول إن بإمكانه إرسال قمر صناعي إلى الفضاء، معتبرة أنه عمل استفزازي. واعتبرت الخارجية الأمريكية أن هذه الخطوة تنتهك قرار مجلس الأمن الدولي وروح الاتفاق النووي الإيراني، وأنها تمثل استمراراً لتطوير الصواريخ البالستية. وكانت إيران قد أكدت أنها اختبرت بنجاح صاروخاً قادراً على حمل الأقمار الصناعية إلى الفضاء من أول مركز شيد لإطلاق أقمار صناعية بإيران. أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مجموعة جديدة من العقوبات ضد روسيا على خلفية تدخلها المزعوم في انتخابات الرئاسة الأمريكية. شمل النص أيضا عقوبات على إيران وكوريا الشمالية، وقد تم إرساله إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي سيكون الآن أمام خيار لتوقيعه أو رفضه واللجوء لاستخدام الفيتو الرئاسي. وفي حالة لجوء ترامب إلى الفيتو، فإنه من المرجح أن يتمكن الكونغرس من تجاوزه من خلال إقرار نص العقوبات مجددا بغالبية ثلثين في كلا المجلسين. كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في وقت سابق أن موسكو سترد على ما وصفها وقاحة واشنطن بعدما أقر الكونغرس قانونا يشدد العقوبات الاقتصادية على موسكو. وقال بوتين إن بلاده تتصرف حتى الآن بشكل متحفظ وفي غاية الصبر، مهددا أنها ستلجأ للرد على الإجراءات الأمريكية في مرحلة ما. واعتبر الرئيس الروسي أنه من المؤسف أن يتم تضحيته بالعلاقات الروسية الأمريكية في سبيل حل قضايا سياسية داخلية. ختاما هذا تذكير بأبرز العناوين: إجراءات إسرائيلية مشددة بمحيط الأقصى ودعوات للاحتشاد في أول جمعة يتمكن فيها الفلسطينيون من الصلاة داخل المسجد بعد انقطاع لأسبوعين. المحكمة العليا في باكستان تقرر عدم أهلية رئيس الوزراء نواز شريف للمنصب على خلفية تورطه بقضايا فساد. ومجلس الشيوخ الأمريكي يقر عقوبات جديدة ضد روسيا على خلفية تدخلها المزعوم في انتخابات الرئاسة الأمريكية ويرسلها لترامب للتصديق عليها. نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة.